السلام عليكم ومرحبا بكم في شهيوه من شهيوات كوزينتنا. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم مركز ديال الحامض. هذا المركز ديال الحامض كيبقى كقاعده لعده عصائر، بحال العصير ديال الفراوله او العصير ديال الافوكا. ممكن كذلك انكم تضيفوا عليه علم بارد، كيكفى ما يحتاج تضيفوا عليه حتى شي فاكهه اخرى. بالنسبه للوصفه انا غادي نعطيكم مقادير اللي كتكون قليله، ولكن من بعد بغيتوا تضعفوها كتضعفوها. هذه هي القاعده، وهذيك الساعه كديروا على حساب الحامض اللي عندكم. عندنا بالنسبه للحامض كنحتاجوا ليه كيلو ديال الحامض، كنشدوه من قبل كنغسلوه وكنشفوه وعاد كنعبروا الحامض، يعني كناخذوا منه كيلو مقابل نص كيلو ديال السكر سنيده. كنشدوا هذا الحامض كيف ما قلت لي غاسلين ومنشفين، كنحكوه في الحكاكه الرقيقه. انا راني بديت من قبل كيف ما ملاحظين، كنحكو على القشره الفوقانيه، ما كنوصلوش لهذاك اللب اللي كيكون بيض، لان هذاك كيكون مر، وغادي يعطيكم المروره من بعد في العصير. يعني كنبقاو ندورو هكا غير شويه حتى كنحيدو القشره كامله. بالنسبه ليا كندير كميه كثيره، بالاخص ملي كيكون الحامض كيكون موجود وكيكون الثمن ديالو رخيص. كنديرو كنخليه عندي في كونجيلاتور، كيبقى حتى لمده سنه، الله يرزقنا غير الصحه والسلامه. كندير ليه هكا، كنحكوه هكا كامل، وعاد غادي نعصروا الحامض ونضيفوا على هاد القشور ديالو. كما ملاحظين راه ما كنوصلش لهذيك القشره البيضاء. هو ملي كتدخلوه للفريكو راه ما كيتسلش، لان ما فيه السكر كيتعسل، يعني ما كيجمدش على بعضياته. يعني ما يحتاجش انكم تفرقوه في اكياس ولا ديروه في طاسات، كتجمعوا كل شيء في سطيله واحده وكيبقى عندكم الوقت اللي احتاجيتوه كتجبدوا منه. صافي كما ملاحظين، غادي دابا نعصر هاد الحامض. من بعد ما عصرت الحبات ديال الحامض كاملين، ضفت هذاك العصير على القشور اللي حكينا من قبل. دابا غادي ندوزو نضيفو السكر اللي قلت، كيلو ديال الحامض في نص كيلو ديال السكر. الكميه احنا نقصنا منها، لان هذا العصير اكثر من 20 سنه وماما كديرو، ومع المده بقات مره كتنقص واحد شويه حتى وصلت نص كيلو اللي هي كانت في الاصل كيلو لارو. صافي دابا ولات كتجينا هاد الكميه كافيه. غادي نخلطو كلشي مزيان، نحركو كلشي هكا، وغادي نغطيه ونخليه. الى بان لكم شي عظم هكا ديال الحامض حيدوه، لان ما خصوش يبقى كيطلق حتى هو المروره، مع كيبقى مرقد هكا فيه. غادي نحركو كلشي وغادي نخليه 24 ساعه، وغنبقاو مره وحنايا كنحركوه جوج سوايع ثلاثه سوايع على حسب فين ما نتفكروه، ندوزو من حداها كنحركوه باش هذاك السكر خاصو يذوب، لانه من بعد خاصنا ملي نصفيه السكر يكون ذايب كامل في هاد العصير ديال الحامض. كما قلت اذا دابا صافي غادي نخليه 24 ساعه. من بعد ما كدوز 24 ساعه وهاد الحامض والقشور ديالو السكر مرقدين، كندوزوه صافي دابا خاصنا نصفيهم. وبقيت مره هكا كنحرك فيهم حتى كيذوب تماما السكر ما كيبقاش. غادي ناخد واحد الزيف اللي كيكون العوينات ديالو رقاق بزاف، انا هذا دايره مخليها خاص بهذا العصير. فين ما كنساليه كنغسلو كنجمعو باش كنبقى دائما فين ما كنبغي ندير هذا العصير كنصيبو عندي موجود. اذا عندنا الزيف اللي قلت العيون ديالو كيكون رقاق بزاف، وغادي نكبو هذا الخليط. غادي دابا نهزوه بشويه ونحاولوا نصفوه كما كتشوفوا. داك السيرو ديال العصير راه كيهبط، كنبقاو نضغطوا عليه هكا بشويه حتى كيهبط كامل، كيبقاو لنا غير القشور في الزيف. بهذه الطريقه صافي كنجمعوه في طاسه هكا، كنديروه في كونجيلاتور الوقت اللي احتاجينا العصير. غادي نجبدوه، هذا غنخليه حتى يجمد ويتماسك باش نوريكم كيفاش الشكل ديالو كيكون. بالنسبه لهاد القشور ديال الحامض انا كنحتفظ بهم في علبات صغار، كنبقى نسم بهم هكا الكيكه اولا كنسم بهم لي كريب، ما كنبغيش نضيعهم. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل،
هادو كيبقى فيهم النسمه ديال الحامض، كنتسناو نستعملهم. المركز ديال الحامض خليته 48 ساعه في المجمد، بغيت نخليه باش تشوفوا كيفاش كتكون لا تيكستور ديالو. كيف ما ملاحظين هو ما كيجمدش، يعني ما كاينلاش انكم تفرقوه في اكياس كل شويه بوحدو. من الاحسن انكم تجمعوه في طاسه اولا في سطيله اللي كتكون كبيره، وبالاخص الا درتو كميه كتكون كثيره. ما كيكون فيه السكر كيجي مع السل وما كيجمدش بالمره، ما كيحجرش كيف ما كتشوفوا. وكنبقاو نجبدوا كل مره على حساب الكميه اللي محتاجين، وحاولوا انكم المعلقه اللي ديروا فيه ما يكونش فيها الماء باش ما يخسرش. انا غادي ندير هنايا مثلا في كل كاس غادي ندير معلقه، ممكن ندفو كثر كيبقى دائما على حسب الذوق. غادي ندير هكا معلقه ديال المركز ديال الحامض. فحال هادو مثلا غادي ندير فيه دي فرومبواز، هذا غندير فيهم طريفات هكا ديال الحامض عي هكا مقطعين انصاف، وغادي نضيف دي غلاسون. عاد غادي نضيف عليهم الماء. الكميه كيف ما قلت كتبقى على حسب الذوق ديال المركز، الا بغيتو يكون حامض اولا تبغيوه شويه يكون خفيف، وحتى الماء كتبقى على حسب الذوق، كنضيفو على حساب كيفاش بغيناه يكون. الا بغيتو تطحنوا معاه فواكه اخرى ممكن تطحنوا معاه الفخاز، تطحنوا معاه لافوكا. لافوكا بالاخص مع كيتاكسد بالزربه كيتغير لي اللون ديالو. هنا ملي كنطحنوا مع هذا المركز ديال الحامض كيبقى اللون ديالو عادي ما كيتبدلش. صافي العصير ها هو هنا كيكون عندنا واجد. نتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد، وبصحه وراحه.